أنها سبب الغنى، سبب ذهاب الفقر. أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته وهي تعبة من خدمة البيت، وقالت: يا رسول الله، أريد خادمة. قال: أفلا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى. قال: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ما قالها عبد مخلصا لله إلا قضى الله دينه وأغناه من الفقر. أين نحن؟